حقيقة فيما يخص النازحين هنا في محافظة مأرب يعانون كثيرا، خصوصا في هذه الظروف المناخية التي تعيشها المحافظة والبرد الصحراوي القارس، يعيشون معاناة في كل الظروف حقيقة، سواء كانوا في صيف أو في شتاء ستظل معاناتهم واضحة للعيان وأمام كل من يزورهم. نتمنى ومن خلالكم أيضا أن المنظمات الدولية، المنظمات الإنسانية العاملة في محافظة مأرب أو حتى العاملة خارج محافظة مأرب أن تنظر إلى هؤلاء بعين الاعتبار. نحن حقيقة نرى الكثير من المنظمات ولكن تدخلاتهم تكاد تكون محصورة في 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 مجالات معينة. نتمنى أن يولوا النازحين اهتمامهم. نتمنى أيضا من السلطات المحلية أيضا أن تقوم بجهدها في التنسيق مع المنظمات حتى تتدخل. إذا لم تتدخل الآن في هذه الظروف فمتى ستتدخل المنظمات وتقوم بدورها الإنساني تجاه هؤلاء الناجحين؟ حقيقة معاناة. أيضا لا ننسى أن نوجه رسالة إلى رجال المال والأعمال أيضا أن يقوموا بدورهم في رفع المعاناة عن هؤلاء الناجحين. أيضا رجال الخير والجمعيات كما ذكرنا نتمنى ذلك، ونتمنى من خلالكم حقيقة الناجحين يعانون معاناة شديدة جدا. نتمنى إن شاء الله أن يفرج الله عنا وعن هؤلاء الناجحين هذه الغمة وعن الوطن بشكل عام. نحن في مثل هذا الأيام وفي مع شهر 11 و12 نجد أن معاناة النازحين في هذه المحافظة تزداد نظرا لقلة تدخل المنظمات العاملة في هذا المجال وفي الجانب الإنساني. لذا ندعو كل المنظمات إلى المساهمة في التخفيف على النازحين وعلى المجتمع المضيف وعلى الناس الذين يعني هم أشد حاجة وفقرا إلى تلك المساعدات. فنتمنى إن شاء الله أن يعني يكون هناك تدخل، ونتمنى أيضا أن يكون يعني التوجه من الأمم المتحدة أن يكون مأرب مركز إنساني مستقل. بالنسبة لمعاناة النازحين في فصل الشتاء هي معاناة قاسية ومؤلمة جدا بسبب الظروف المعيشية، ومن ناحية ثانية من سبب الظروف المناخية شدة البرد وأيضا الرياح مما يعاني الكثير، لأنه الساكنين بالمخيمات ساكنين في خيام والخيام لا تستطيع أن تحميهم من البرد القارس، وأيضا هم بحاجة إلى الإيواء، حاجة إلى تأهيل وتدريب في مشاريع مدرة للدخل من أجل الاكتفاء الذاتي. ولذا نطالب المنظمات المجتمع الدولية التدخل السريع لإنقاذ الأرواح البشرية وأيضا لتخفيف المعاناة النازحين في المخيمات. وهذه لمسة إنسانية نأمل من المنظمات الدولية أنها تقوم بواجبها والتعاون مع النازحين بالمخيمات. الآن مع دخول فصل الشتاء معروف فصل الشتاء بخصوص طول برد القارس، ولا نتمنى من المنظمات الإنسانية العاملة في المجال الإنساني أن تأخذ ذلك في الاعتبار وأن تعد خططها بناء على ذلك لمواكبة الحقيبة الشتوية للنازحين. بما أن نحن نعيش في موسم الشتاء ومعروفة محافظة مأرب بأن هذا الفصل فصل الشتاء يكون البرد شديد وصعب على النازحين والمهجرين إلى هذه المحافظة، فإن النازحين في هذه المحافظة يحتاجون إلى وسائل تقيهم البرد مثل المواد الإيوائية كالخيام والبطانيات وما أشبه ذلك. فندعو المنظمات الإنسانية والإغاثية برفض النازحين لمثل هذه الوسائل لكي تخفف عليهم من المعاناة التي يعانونها في هذه الأيام شديدة البرودة. في خطة الاستجابة الإنسانية 2021 هذه فيها كل تتكلم عن جميع المجالات الذي يحتاج إليها النازحين والمجتمع المحتاج، المجتمع المضيف المحتاج في محافظة مأرب. وما أنه نحن الآن مقبلين على فصل الشتاء، الشتاء برد قارس في محافظة مأرب،
وقدمنا طلب للأخوة الشركاء العمل الإنساني على الاهتمام في هذا المجال، لكن للأسف إلى اليوم هذا لم يتم اعتماد مأرب من ضمن الخطة الشتوية في الكتلة الوطنية. ومن خلالكم ندعو الأخوة في الكتلة الوطنية إلى اعتماد مأرب من ضمن الخطة الشتاء، لحيث إن البرد فيها قارص وأكثر النازحين يحتاجون إلى تدخل سريع في مجال الحقائب الشتوية، في مجال المساعدات، في مساعدات الإيجار، في مجال الغذاء، في كل المجالات.